انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي مرشح الجزائر البروفيسور محمد بن حسين لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويمثل هذا الانتخاب عودة الجزائر لتولي منصب هام ضمن الفريق القيادي لمفوضية الاتحاد الافريقي، وستكون الجزائر بهذا الانتخاب مدعوة لمواصلة دورها في تشجيع الجهود القارية في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تولى لها أهمية على الساحة القارية خصوصا في مجال التنمية المستدامة. والآن نستعرض عليكم أبرز محطات البروفيسور محمد بن حسين في هذه الورقة التي أعدها وليد بن أحمد.